سمارة. سمارة ايه يا سمارة؟ انا يا اخي بقولك يلا بيو. بحبك قوي. كذاب، انت ما بتحبنيش. انا ما بحبكيش، ده انا بوس الارض اللي بتمشي عليها. مش عايزة تبوس الارض. ما انا بوس ايه؟ مش عايزة ابوس خالص. امال بس عاوزة ايه؟ عايزك تأمن لي مستقبلي. ما تشيليش هم طول ما انا عايز. هو ايش ضمني؟ مش يمكن تشبع مني وبعدين تدلوني من على السلم؟ بعدين لا، الشقة واللي في الشقة وصاحب الشقة من بكرة الصبح هسجلهم باسمك في الشهر العقاري. ارتحتي؟ المهم راحتك يا حبيبي، وطول ما انت بتريحني هريحك. الف مبروك يا شريف. الله يبارك فيك يا حاج. على ايه؟ على شقة جديدة. شقة ايه؟ شقتك. مش احسن من نوم اللوكال ده؟ احسن. بس هجيب خلوي شقة منين؟ انا يا ابني لا باخد خلوي ولا مقدم، دي شقة في عمارتي، شقة شرحة وبرحة وترد الروح. سميرة أختي. ربنا يخليكوا لبعض. مسكينة ملهاش حد. علشان اشتري هدوم. الله، ما انت
مشتريها الجمعة اللي فاتت هدوم ب 2000 جنيه. أنت شفت لك قمصان نوم على مزاجك. قمصان نوم ب 3000 جنيه. الله يرحمك ياما. بتقول إيه يا حبيبي؟ لا يعني بقول إديني فرصة يومين عشان لازم أبعت 10000 دولار لكمال ابني في بلاد بره مصاريف الجامعة. أنت عارفة كمان عندي كمبيالة متأخرة لازم أسددها. على كيفك. وانا يعني كنت هلبسهم لمين؟ انا عايزه بصيتك وانت اللي مستخسر. انت عمرك طلبت حاجه وانا اتاخرت؟ وانا طلبت ايه جنب اللي النسوان بيطلبوه؟ طب ده انا اعرف رجاله من اغنيين نسوانهم في الذهب والالماس. ما انا لسه مليلك الشكمجيه ذهب والماس. انا عمري اتاخرت عليكي وهلموم هيكونوا عندك النهارده 3000 جنيه. لا بلاش، اصلك متضايق. انا متضايقش لما احس انك تكوني زعلانه. حقك عليا. صالحني كويس. والمحل هو مستلم هناك. عندك حق. سلم هناك. بقول لك ايه، انا عارف ان الحديد سكه والبضاعه مغشوشه ومحدش راضي يشتريها في السوق. ايوه بس انا هشتريها على شرط اللي هيدفع غير اللي حكيتها في الفاتوره. انا هفهم الحاج ان البضاعه على ضمانتي. تمام تمام التمام. الف سلامه. يا سميرة ازيك؟ خلاص يا معلم. طب يلا حبيبي يا ملك هم، يلا قفل بيت دي، يلا اخويا اللي جاب هنا يا سميرة. سالم انا لسه جاية دلوقتي من عند الدكتور. ليه كفالة شر، تعبانة عيانة سخنة؟ قال لك ايه الدكتور؟ قال لي اني حامل. حامل؟ سالم بابا لو عارف هتبقى مصيبة، هيقتلني هيقتلني وهيقتلك انت كمان. لا 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 لا، الحكايه مش هتوصل لكده ان شاء الله. لازم نتجوز يا سالم وحالا. انت مش وعدتني بكده. ايوه وعدتك بكده بس الظروف اليومين دول متلخبطه قوي. وبعدين الزواج ده عاوز مصاريف وانا ما فيش. وبعدين هروح اقول لابوك ايه؟ هطلبك كده من باب للطاق؟ الحكايه عاوزه تمهيد تمهيد يا سميره. بس انا خايفه قوي. طب قولي ايه اللي انا ممكن اعمله؟ هعمله. اقول لك سيب البيت اهرب. لا هتقعدي عندي في البيت كام شهر كده لحد الظروف ما تتصلح ونحط بيكي قدام الامر الواقع ونتجوز. اهرب يا سالم، عايزني اهرب. هو انت هتهربي على فين يا حبيبتي؟ مش على بيت جوزك حبيبك؟ ده احنا هنعيش مع بعض في تبات ونبات ونخلف صبيان وبنات وبس. الحقني يا صبر الحقني، مصيبه وحصلت على دماغك كلنا. فيها يا صغير؟ بنتك هرب. سميرة مش ممكن. طبعا مش ممكن. بقى سميرة العقلة الكم ما تهرب. حصل ايه احكيلي؟ انا رجعت من بره دورت عليها ما لقيتهاش. طب ما هي راحت عند واحدة صاحبتها. ايه؟ اللي راحت صاحبتها تقش كل هدومها وتاخدها وتنزل. خدت كل هدومها؟ ايه خدت كل هدومها؟ لا تفرق بقى. طبعا تفرق، العبارة باينة. دي عجز طفشت. وايه اللي يخليها تعمل كده؟ ايوه ايه اللي يخليها تعمل كده؟ سرايا اوعي تكوني زعلتيها يا سرايا. انا يا اخويا ابوها عندك اهو ساله، اتشك سنين يا عيني لو كنت زعلتها بكلمه. طب تعال ننزل ندور عليها. ليه بس كده يا ربي؟ الوقت وبعدين البيت. ما تزعلش نفسك كده مار، يلا تلاقيها عند واحده صاحبتها ولا حد من حبايبها. ان شاء الله هلاقيها، ان شاء الله هلاقيها. شريف، لحد امتى هتفضل مخبي عني السر اللي معذبك العذاب ده كله؟ انا متاكده انها مشكله كبيره، حرام تشيل همها لوحدك. قولي يا شريف احكيلي.
خسارة. كنت فاكرة إن ثقتك فيا أكبر من كده. ألا مفيش أخبار عن سميرة يا عم صبر؟ أبدا، لا حس ولا خبر. أنا بتهيألي البنت سوريا أختي دي ليها دخل في الموضوع. سوريا؟ آه، يمكن زعلتها من وراك وأنت مش واخد بالك. العكس، لا يمكن أبدا. سوريا ست حنينة أوي. آه أنا عارف. ولو كان في حاجة كانت سميرة قالت لي، إنما تمشي كده تطفش. طب ما يمكن كانت عاوزة تتجوز حد وحضرتك رفضته. لا لا أبدا، مفيش حاجة من دي خالص. شيء غريب، أنا في غاية الدهشة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. سعيد صابر الجندي؟ اهو هو ده. اي خدمه؟ امضي لي هنا لو سمحت. اديلك على ايه؟ ده انذار بالحجز. حجز؟ يا ساتر يا رب. ما تحط تحط مره واحده. السلام عليكم. الف سلامه يا حبيبي. ايه الحكايه؟ تلات كمبيالات متاخرين عليا. الناس جرالها ايه؟ في خير؟ والعمل يا سالم؟ مفيش بقى غير سوريا. سوريا؟ استلف منها قرشين مشي بيهم امورك، لحينا ميسره ابقى ردهم لها وفوقهم الاكراميه. منين يا حبيبي؟ هو انا قاعد على سل فلوس؟ انا سل فؤاد. اللي يسمع كده يقول انك كنت بتكنز من كنوز الدنيا وتديني. سوريا، انا جبت لك صيغه والماس باكثر من 100,000 جنيه. يعني لو ترهنيهم في اي بنك تفك اثبتي توقفين على رجلي من جديد. متأسفة يا حبوب، بردوني عنيا، صيغتي ما اقدرش افرط فيها، روح شوف لك عكاز تاني وقفك على رجليك. سرية، ده انت مراتي ومن حق عليكي انك تقفي جنبي وتساعديني. بس تاهت ولقيناها، مراتك ومن حقك اني اساعدك، وانا مش عايزه اساعدك. حلها ايه يا جميل؟ تفتكري ايه؟ اني ارمي عليك اليمين وادي لك ورقتك. تطلعين وكل واحد يروح لحاله. سايا سراي، انا ما اقدرش اعيش من غيرك، انا بحبك يا اخويا. بلا حب بلا خيبه، شوف الوخسه اللي انت فيها الاول. قالي خليني اعيش مع راجل مفلس، دكانته هتتشمع. ايه يا خبر اسود!